50 فرانك 10 ريال طيحها ب 50 ريال باش طيح. معك سمير وعواب الفلاح اللي ضيعت يمكن حاش خدو الزمام والكيفان والرئيس ديال التعاون الفلاحة. سي سمير ممكن تهضرنا على البصلة فين واصلة في السوق؟ البصلة دايرة 10 دريال 3 درهم حاليا. حاليا دابا 10 دريال 3 درهم وهاد البصلة طايحة علينا حنا ب 50 ريال باش طايحة علينا الفلاحة. شنو السبب ديال هادشي هذا؟ السبب هو الكثرة. دابا كاينة النحاسية كاينة ولا تحريز كاينة الخضارية كاينة الصيفية السوق تبلوكا. السوق في المغرب مثلا باغي 1000 طن حنا عندنا 10000 طن. المغرب كله ولا مفرش بالمصلحه. شحال كيطيح لكم القطار تقريبا في المصاريف ديالو؟ القطار هذا العام طيح ب 12 مليون. 12 مليون فيه الكرا ديالو فيه الماتريال وفيه الكوتاكوت والخدمه ديالو كلها 12 مليون 11 ونص. شحال كيعطيكم في القطار دابا؟ كيعطيونا 3 مليون 3 جوج ونص. ونزيد لك حاجه اخرى وبعد 10 دريال وما بغاوش بعد 10 وبعد 18 ما بغاوش يشريوها كاع. كتمشي عند الكورتي كتقول لهم جيب لنا الشاري كيقول لك ما كاينش. يلاه كي غادير لك الشاري؟ كيقول لك الشاري ما كاينش. كاين شركة كيجي المنطقة ديال الحاج قدور كيشري منها هاد الوقيتة هادي كتكمل معايا كيجي الحاج قدور. دابا ولات البصلة في الخميسات ولات في الرماني ودوز معاك الحاج قدور ودير الحاج وطلع لك يقول تتزربو عرفها. دابا السيد اللي محيدها ومخليها هنايا محيدها غنعطيك 15 يوم 20 يوم شرط تحيد من هنا يا اما تهزها ديال قرير يا اما خصك تهزها. دابا داك الشيء طاحت البارح شي لقطات ما تكثرش عليها؟ تكثر عليها قاش هاد البصلة ماشي ديال الخزينة هادي ماشي ديال الخزينة. هادي النحاسية هضرنا على المميزات ديال البصلة. هاد البصلة هادي النحاسية دابا ماشي على قضية ديال النحاسية هادي في المنطقة ديال لارج الحاج قدور وتحت الحاج ما كتخباش. إلا دخلت القراي كتصوتها كتقول لك غير بيعني ولا لوحني. يعني شحال ديال المدة باش كتصبر ما بين الجري؟ ما هي تحيد دابا في الولد شهر 8 شهر 9 10 الله يعاونك. والفرق ما بينها وبين البصلة الحمراء؟ بحال هكا كتكون حمراء الورق ديالها حمراء. الاخرى حمراء وهذه صفراء. هذيك الحمراء شنو المميزات ديالها؟ السيو الدار بلا كيبغيو هاد الصفراء هادي. والحمراء كيقول الحمراء هي كتصبر شويه ولا بحال بحال تقريبا؟ تقريبا واحد 4 دريال ديال الفرق. بحال دابا هادي دايره 14 دريال 16 دريال دايره 10 دريال. يعني دابا الا بغى بنادم يخزنها في انتظار ان الثمن ديالها يحاول يرتفع يعني الفلاح خصو يهزها المصاريف ويزيد لها الميكا يعني كتزيد. المشكل ماشي تما المشكل الكبير هي هاد الفصاله ماشي ديال الخزين فيها فيروس البلاد ميته البلاد خدمات وعاود خدمات وعاود خدمات ماشي ديال الخزين. الخزين هو كيكو وطلع الحاج وطلع لي فران. علاش هضرنا في هذه النقطة هذه؟ هذيك النقطة البلاد جديدة. البلاد جديدة ما فيهاش الميكروبات كاع ذوك الفيروزات كلهم محيدين. علاش البصلة دابا ديال كتلقى دابا دابا حاليا افران وكيكو البصلة دايرة 10 مليون نقطة حنا دايرين عند 3 مليون. علاش؟ لاحقاش ديالنا فيها شهر ديال الاجل ديال الكيكو ديال الكيكو حتى شهر 4 ممكن ما نبيعهاش دابا نتسنى الثمن يطلع. يعني قدرات تصبر ديك البصله؟ قدرات تصبر لان الارض اللي كانت فيها الارض اللي فيها جديده جديده. حنا الارض ديالنا لا ريجن بوك كان الحاج قدور بودربانه وهي نفس القضيه. كان قال لي واحد السيد كيدير زراعه ديال الثوم كيزرع حتى الثومه قال لي نفس الهضره نفس الملاحظه قال لي دابا الا درتي الثومه بلاصه الثومه ما تصدقش ما تصدقش ولا درتي الثومه في كيكو تصدق. بلاد جديده حنا لا ريجن ديالنا كلها هذه البصله يعني الارض فقدات المواد ديالها فقدات كلها صح. اش كثرنا عليها بالمواد وبالادويه والبوطاس دابا ممكن تهضر لي على البصله من الزراعه من الزراعه ديالها من الحرص ديالها حتى للجني وطرق لي المساله ديال المصاريف منين كتبدا؟ نعطيك مثلا عندي انا شخصيا نعم شريت النقله ب 1000 درهم للكيلو 1000 درهم للكيلو 50 كيلو 5 الملايين والله شاهد عليا زرعتها باش نبيع ديك النقله بواحد 50 درهم للمتر ولا 60 درهم ولا كثر باش نتمعش باش كتبيعها؟ 50 درهم 60 درهم المتر منين كتبغي منين كتبغي وي باش الناس عفاك باش يفهموا الناس مزيان غير ملي كتبغي البصله وكتباع حتى 100 درهم المتر باش بعتها نعم 100 درهم المتر بحال كبيع الارض 100 درهم المتر باش ما بغاتليش هذا العام اللي فات نعم اللي هي اخت هادي زرعت خمسه ديال زرعت فيها سيدي كيلو خمسه ديال المليون نعم فيها 50 كيلو 1000 درهم الكيلو زرعت هذه قلتها زرعت منها ثلاثه ديال الكتارات قالت لي تقريبا واحد 30 كيلو درهم لا ما كاينش اللي بغاها تا فابور ما كاينش اللي بغاها طلقت الغنم كلاوها واخا. دابا انا غادي السي سمير غادي يفلح البصله اول خطوه كديرها شنو هي؟ دابا كنحط بالديسك بالديسك الا ما كانش عندك الديسك انت ديالك والتراكتور ديالك كتكري كلشي شحال باش كتكري؟ انا كنوصل 600 درهم للديسك الديسك للقطار
اللقطة زيد الروطة وصلت 300 درهم واخ باش تراسي تراسي 300 درهم زيد وتجيب الماكينة ديال الزريعة كدير 3 درهم من اللقطة ديال الزريعة باش تزرع ولا بغيتي دير اليد كتزرع باليد كتبقى عاوتاني انت وي بالمصاريف ديال البصلة ما يكتب عليك حتى شي واحد من البداية للنهاية خصك 12 منهم في القطار واللي كيصرف قل من 12 عفوا راه ما غاديش ما كاين حاجة ماشي هي هذيك ولا البلاد ديالو البيت ديالو إذا كانت البلاد ديالو الماتريال ديالو التراكتور ديالو إذا كان إذا كان عنده الأرض ما كاريها شحال كيقدر يخسر تقريبا يقدر يخسر 8 مليون 8 مليون إذا كانت الأرض ديالك الماتريال ديالك هي الأرض أنتم كتكريوها بالبير كنكريوها بالبير وجيب الماتريال ديالك أنت جيب الماتريال ديالك إذا ما كانش وصل دابا جوج الملايين ووصل القطار يوصل لك إلا بغيتي تهز البصلة دابا ما جيت بعدنا المشكل نعم درتي وجدتي البصلة ها هي دابا البصلة مليحة نعم واش دابا حناك والله دابا هادي طايحة ب 50 ريال دابا كتعطينا فيها 12 دابا كتعطي لكم 50 ريال 50 ريال الكيلو وسول الفلاحة 50 ريال الكيلو باش طايحة البصلة هادي دابا عطينا 12 ديال 14 ريال نتاعنا انا ما بغيتش نبيع البصلة بغيت نخليها تخمش علاش؟ صاحبي الكريديت غادي يقول لك راك بعتي اللهم خليه ما نبيعش نزيد واحد الشهرين اخرى نطلب الامان شي حاجه تجي كيف غادي دير؟ وكيتسالوا معكم صحاب السلعه هذه وصحاب البروبليم علاش كيعطيك كتحط له الشاك ما حطيتش له الشاك ما عطاكش كتحط له الشاك وكتهز السلعه ومني كتوصل الموسم ديال السلعه بعتي بالخساره ولا بالربح خلص ما خلصتيش وكيل الملك وهذا الشيء اللي غادي يوقع هذا الشيء ما فيهاش النقاش الفلاحه كلهم هذا العام هذا كلشي غادي يتعتقل كاع اللي هاز الكريدي غيتعتقل واش كل ليها 70 مليون 80 مليون ديال الكريدي البصله كيعطيو له فيها 10 واش غيبيع الدار باش يخلص مول الكريدي يلا بمشي للحبس ويخلي الدار لوليداتو بعدا هذا مشكل كبير وهذا النداء خصو الوزاره كلهم وراه جلسنا مع الوزير الفلاحه الله 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 يكثر خيره سي صديقي ما كان وجد واحد الشهر سلمنا واحد الالات ديال زراعه البصل وناقشنا مع هذا الموضوع قلنا له راه التسويق البصله ما عندناش حنا الفلاحه غارقين قال لك يكون خير حنا كنتمناو الامان والله ينصر سيدنا هادشي بغا نقولو القضية ديال الماء في الحاج قدور كان هو الرقم واحد ديال الماء أعود ما قلت أنا ثلاثة البيار يبسو دابا 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 راه يبسين ثلاثة البيار يعني جاو الناس فوقنا ضربوا 500 متر اللي ضربوا تحت الأرض مشى الماء دابا حنا كنجبدوا الماء باش نسخوا غير الغنيمات في الحاج قدور بالضبط بعدنا المنطقة أخرى اللي هي في مدرسة في الحجاج تواد التفالي كاين الماء تما شوية هي فاش درنا هي هاد المنطقة هادي وما كاين حتى شي حاجة ولا جيتي طلع حد الملك كيجبد في المغرب كامل هاد البصله هادي راه يسقي ربعات المندون ربعات المندون في المغرب يشربوا منو كان ضيعوا على هاد البصله هادي وفي التالي كانت خمج وكياكلوها غنم هذا راه مشكل كبير خصها في البال الوزاره بلا البصله باش توجدها راه عندنا 30 طن في الساعه كنجبدوها ديال الماء ضربها في الشهر ضربها في العام ضربها جوج حكايات ديال الضياع كاين وما حنا دابا الحديث ديالكم نتوما في المقاهي وفي الاجتماعات ديالكم مع الاخوان ديال الفلاحه يا البصله هضروا على البصله بالله كارثه انت شو درت مع مول الكونتر شو درت مع مول الشاك شو الاخوان شو تعرف غادي دير بعد انت شي حرفه اخرى 40 عام حنا في هذه الحرفه شي نداء ديالك قبل نختموا هذا الفيديو النداء ديالك شنو هو؟ النداء ديالي للوزاره الوزير ديال الفلاحه ياخذ بعين الاعتبار لهذا الشيء هذا راه الفلاح غادي ينقرض كنت قلتيها لي السي سمير قبل العيد مازال كان غنذكرها سجلت معك روبورتاج خاص بانك بالمناسبه سمير راه مربي ديال الاغنام سجلت معاه وقال لي واحد الهضره قال لي راه الاغنام غاديه وكتنقرض وغادي يطلع الثمن وفعلا مباشره من بعد العيد راه انا كندير كنصور روبورتاج في الاسواق ديال المواشي وقفت على الهضره ديالو فوق ما كنبغي نصور المهم الهضره ديالو راه وقفت عليها كاين تراجع على مستوى قطاع ديال الاغنام الخروفه قليله الحولي ديال المناسبات قليل كاين دابا ولاو كيذبحوا الناس النبات الصغير وكيذبحوا النعجات وهاد القضيه راني قلت لكم قبل من العيد قلت لكم بان ما اللحم غيوصل 170 درهم للكيلو راه غادي فات دابا حنا واصلين دابا الغرمي راه واصل 130 درهم والبكري 100 درهم 110 واش 130 درهم بالنسبه للمسكين المغربي يقد عليها 2 كيلو 5200 شكون اللي خلى هذا المشكل هذا كان نادي قبل من العيد الكبير بان راه النعجه غتذبح والخروفه غتذبح فعلا وصلنا لهاد الهضره هادي واخا جات الخروفه ديال الخارج وداك الشيء ما كافياش دابا انا نقول لك سي سمير النعجه كتذبح حاليا وكيتباع الثمن ديالها دوزيام شوا ديال الغنمي كيتباع ب 80 درهم في الاسواق ياك والحولي اللي سداسي كيتباع حتى هو ب 80 درهم الخروفه ما غتسلكش القزار قليل فايته 150 درهم الخروفه ما كنعرفش انا كنطرح ديما السؤال كنقول له مش عارف اش كيطيح لكم اللحم
كاينين الجزاره كنعرفهم دابا ما بقاوش كيشريو العجل كاين الجزاره فغوراي ها كاين الجزاره فغوراي تسدو بحال الدور كاينه وكاينين الجزاره ما بقاوش كيشريو العجل ويذبحوه لانه كيطيح لهم غالي وكيلو انهم يضطروا يشريو اللحم بالعبار غادي يولي دابا الخواطه في اللحم غاتولي المساله ديال اسبانيا المساله ديال اسبانيا سولت مجموعه من الجزاره قال لك اللحم ديالو الا ذبحتيه خصك تبيعو في نهارو ما كيصبرش وما كاينش الحلاوه فيه اه الحلاوه ديال صبحي ولا علاقه مع ديالنا ان شاء الله تعالى خويا سمير الله يبدل الحال بما احسن تبارك الله عليك وشكرا تبارك الله.